في ظل التسارع الملحوظ في عدد الوفيات والإصابات بفيروس كورونا، توقع خبراء في لجنة الأوبئة وصول الأردن إلى مستوى الذروة بداية الشهر المقبل، وهو الأمر الذي سلط الضوء بدرجة عالية على وفيات كورونا وأرقامها التي تزايدت بشكل ملحوظ خلال الشهر الماضي، إذ تخطت حاجز 1069 وفاة، وهو ما يطرح التساؤل حول أسباب تزايد هذه الوفيات. الدكتور محمد الطراوني، أخصائي الأمراض الصدرية والتنفسية، الذي سيقدم تفسيرا لذلك، ينضم إلينا عبر خدمة سكايب للحديث بشكل مفصل عن هذا الموضوع. أهلا بك دكتور محمد. بداية، ما هو تفسيرك لتزايد أعداد الوفيات بفيروس كورونا؟ اليوم 40 وفاة، يوم أمس 62، أمس الأول 54، وماذا عن موضوع أجهزة التنفس الاصطناعي؟ يعني ماذا يحدث في المستشفيات، خاصة في أقسام العناية الحثيثة والمرضى الموضوعين على أجهزة التنفس؟ نعم سيدتي، شكرا لكم على الاستضافة، وشكرا لجهودكم على نشر الوعي الصحي بين المواطنين. أولا، الارتفاع المفاجئ في أعداد الوفيات له أسباب كثيرة، منها هو وصول الفيروس لأعداد كبيرة من المواطنين، مما يؤدي إلى أن الفيروس قد يصل إلى فئات قد تسبب لديهم الإصابة، الحدوث الالتهاب الرئوي وحدوث مضاعفات تنجم على الالتهاب الرئوي، مثل الفشل الحاد في الجهاز التنفسي، مما يحتاج إلى إدخال إلى أقسام العناية الحثيثة. فكما نعلم أن فيروس كورونا قد بنسبة 85% قد لا تظهر لديهم أعراض أو قد تكون أعراض خفيفة، أما نسبة حسب النسب العالمية أن نسبة 15% قد يحتاجون إلى رعاية طبية من خلال إدخالهم إلى أقسام العزل أو إلى أقسام العناية الحديثة. فهناك فئة من البشر مثل كبار السن أو الذين لديهم أمراض تنفسية أو الذين يعانون من أمراض ونقص في المناعة أو الذين لديهم أمراض مزمنة أو الذين يتعالجون بالأدوية الكيماوية أو مرضى السرطان، قد تحدث لديهم مضاعفات تنتج عن التهاب الرئوي، مما يستدعي إدخالهم ووضعهم على أجهزة التنفس. أجهزة التنفس تنقسم إلى قسمين، أجهزة التنفس النافذة وأجهزة التنفس غير النافذة. فأجهزة التنفس النافذة هي عن طريق وضع أنبوب داخل الرئة، ويتم إيصال الجهاز المريض بجهاز التنفس الاصطناعي أو جهاز التهوية الرئوية. وجهاز التنفس غير النافذ التي يتم وضع المريض على هذا الجهاز دون الحاجة إلى وضع أنبوب داخل الرئة، ومن خلال وضع كمامة تقوم بدفع كمية كبيرة من الهواء المضغوط يؤدي إلى فتح المجاري التنفسية وإيصال الكمية الكافية من الأكسجين إلى الجسم. ومن الأجهزة التي تستخدم في حالات الفشل الحاد في الجهاز التنفسي الناتج عن الالتهابات الرئوية وأيضا الناتج عن التهاب الإصابة بالالتهاب بفيروس كورونا، وقد استخدم هذا الجهاز في العالم، وكلنا شاهد على وسائل الإعلام قصة الطبيب الأمريكي الذي عاد إلى الحياة بعد أن تم إنقاذه بواسطة هذا الجهاز. هو جهاز يسمى جهاز الإكمو، أو هو جهاز الأكسجة خارج الأغشية خارج الجسم، وهو أعلى درجات دعم الحياة البشرية. طيب دكتور، قبل أن نتحدث بالتفصيل عن جهاز إكمو، هناك تصريحات لخبراء من لجنة الأوبئة يقولون إن معدل الوفيات في الأردن هو ضمن المستوى الطبيعي، يعني بالنظر إلى إجمالي الإصابات يقولون أن 2% من المصابين قد يتوفون و 98% يتعافون، هل تتفق مع هذا الرأي بالبداية؟ سيدتي، أنا لا أتفق مع هذا الرأي، لأنني أعمل في القطاع الطبي وأنا أتابع الحالات وأنا في الميدان، يعني أتابع الحالات بنفسي. فكما تعلمون أننا بحاجة إلى أعداد كبيرة من الكوادر الطبية المدربة والمؤهلة والتي تستطيع التعامل مع أجهزة التنفس الاصطناعي النافذة وغير النافذة، والتي تستطيع تقديم الرعاية المثلى للمواطنين. فكما نعلم أن قوة الدولة الطبية تظهر في التقليل من أعداد الوفيات وليس في أعداد الإصابات، فقد نصل إلى إصابات 10,000 إصابة باليوم، لكن قوة دولتنا تظهر في التقليل من أعداد الوفيات
كلما استطاع القطاع الطبي تقليل من أعداد وفياته كلما كان القطاع الطبي. إذن أنت ترى أن هناك خلل في منظومة العلاج لدينا هنا في الأردن، وخاصة فيما يتعلق بالمرضى الذين يصلون إلى الحالات الخطيرة. ذكرت قبل قليل موضوع جهاز إكمو، هو الرئة الاصطناعية يفترض التي ستعوض المرضى عن الرئة لفترة من الفترات. ماذا عن هذا الجهاز؟ وهل هو متوفر في مستشفياتنا؟ وهل هناك أخصائيين يستطيعون العمل عليه؟ سيدتي أنا أتكلم معك من تجربة في القطاع الصحي، وأقول لك أن هذا الجهاز هو يستعمل لدعم، وهو آخر مراحل التعامل مع الفشل الحاد في الجهاز التنفسي لإنقاذ الحياة، حيث يتم أكسجة الأنسجة خارج الجسم وإعطاء الجسم فترة من الزمن حتى تستطيع الرئة التعافي، ومن ثم التعامل مع الإنسان بوضعه على جهاز التنفس الاصطناعي. هذا الجهاز، وأنا أقول لك عن تجربة مع أحد أبناء العمومة قبل في سنوات سابقة، أنه هذا الجهاز عدد الأجهزة قليل جدا ولا يوجد كوادر طبية. كم جهاز يوجد لدينا في الأردن؟ هذه أن هناك ثلاثة أجهزة، منها أحد الأجهزة في القطاع العسكري، وأحدها في القطاع الخاص، وأحدها في القطاع العام كما وردني من الزملاء العاملين في القطاع الطبي، وأخصائيين القلب وأخصائيين جراحة الصدر وأخصائيين الصدرية. ثلاث أجهزة إكمو. إذن من يتحمل مسؤولية نقص هذه الأجهزة؟ كان هناك مضى 8 أشهر منذ بدء الجائحة، برأيكم من يتحمل المسؤولية؟ سيدتي لقد كان لدينا وقت كبير من الزمن، فنحن لم نتعرض للجائحة التنفسية ولم تكن لدينا خبرة كبيرة في التعامل مع هذه الجائحة التنفسية، لكن الجهات والسلطات الصحية السابقة في الأردن لم تأخذ الموضوع على محمل الجد، ولم تتابع ما يحدث في العالم، ولم تتابع ما يحدث في الإقليم، ولم تنقل تجارب الدول حتى تستطيع الاستفادة من خبرات الدول في الإقليم وخبرات الدول في العالم. فلم نقوم بشراء أجهزة كافية من أجهزة التنفس الداعمة للتنفس وأجهزة التنفس النافذة وغير النافذة، ولم ندرب الكوادر الطبية على التعامل مع مرضى فيروس كورونا أو مرضى العناية الحثيثة، ولم نقم بإنشاء مستشفيات ميدانية، ولم نزد عدد الفحوصات، وهناك الكثير التي لم تقم به السلطات الصحية في الأردن. وكان الخطاب الصحي هو عبارة عن ظهور إعلامي لشخصيات يتم حتى هذه اللحظة يتم تمجيدها، فيجب علينا أن نمجد الوطن لا أن نمجد الأشخاص. نعم دكتور محمد، حتى من خلال اتصالاتنا مع العديد من الجهات، أيضا بالإضافة إلى ما ذكرته، هناك نقص في المعدات، هناك نقص في الأسرة، هناك نقص في أطباء الإنعاش والتخدير، حتى في الطواقم التمريضية أيضا. يعني هناك واضح أن هناك خلل في المنظومة الصحية، لكن اليوم ما الذي ينبغي فعله بعجالة لو سمحت؟ نعم، ينبغي على المسؤولين أو على السياسيين اتخاذ القرار المناسب في الوقت المناسب ودعم القطاع الصحي، وأن لا نترك وزارة الصحة لوحدها، فنحن كلنا نعيش على أرض هذا الوطن، فيجب علينا أن نقدم كل ما بإمكاننا لدعم المنظومة الصحية، وأن تكون الجهود كلها متجهة تجاه وزارة الصحة التي تقوم بجهد كبير من خلال زيادة عدد أسرة، تقديم دعم مالي، تقديم دعم معنوي، تقديم دعم لوجستي، وأيضا تقديم خبرات لوزارة الصحة، تدريب الكوادر الطبية، لإنشاء مستشفيات ميدانية حتى يصمد القطاع الصحي في وجه الجائحة الذي هو الآن عصب المرحلة القادمة وأهم عمود من أعمدة الوطن. إذن هي أولى الأولويات الآن الالتفات إلى المنظومة الصحية. شكرا لك دكتور محمد راوني، أخصائي الأمراض الصدرية والتنفسية، كنت معنا عبر خدمة سكايب، شكرا جزيلا لك.